السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بحضراتكم مع معنا فريق وحدة دمج التكنولوجي أكاديمية مايكروسوفت مركز التطوير التكنولوجي دمياط ولقائنا المتجدد مع حضراتكم كل يوم أربعاء الساعة تسعة مساء لقاءنا النهاردة إن شاء الله هيكون لقاء مهم جدا جدا لنا كلنا وللناس اللي هتقدم لأول مرة بشكل خاص إحنا بسرعة كده حدي حضراتكم نفذة سريعة عن التقديم لمعلم مايكروسوفت الخبير اى اكسبيرت. ثم هيبدأ مستر محمد إن شاء الله يشتغل معانا مستر محمد خلف مدربنا الهمام هيشتغل معانا منصة فيليب وهيقول لنا ايه هي وايه أهميتها وهل هي بارتنر مع مايكروسوفت ولا لأ وهيقول لنا كل حاجة محتاجين نعرفها عنها وازاي نشتغل عليها تمام طيب انا حاليا الحمد لله الاسبوع اللي فات لاحظت ان في ناس كتير قوي دخلوا لي وقالوا لي احنا سمعنا عن اللقب عايزين نقدم عايزين نشوف هنبدا ازاي عايزين هنعمل ايه قول بسرعه ايه هيحصل فاحنا ان شاء الله زملائنا المدربين اللي في الفريق بعد اذنكم وانا بتكلم هتنزلوا الروابط الخاصة بالثلاث فيديوهات الاولى اللي احنا اشتغلناها بالنسبة لمبادرة معلم مبدع الخبير او ازاي انا اكون ام اي اي اكسبرت تابع مايكروسوفت حضراتكم هتنزلوا ثلاث فيديوهات وانا هقول بسرعة ملخص سريع انا مش مش هشتغل عملي انا هقول لحضرتك خطواتك أول خطوة إن حضرتك يكون إيميلك مفعل وموجود جاهز، أي إيميل، الإيميل الموحد، الإيميل القديم بتاعنا اللي هو الاوفيس 365، أو إيميل Hotmail، واحد من الثلاثة ينفعني جداً، الشاشة شغالة يا جماعة، تمام، مستر محمد أنت مشاير شاشتك؟ أنا عامل لها شراء، طيب تمام، الشاشة شغالة، إيه تمام يبقى احنا الايميل بتاعي يكون مفعل واحد من ثلاثة الايميل الموحد الايميل 365 او هوت ميل ما نشتغلش بالجيميل يا جماعة ملوش احنا دلوقتي شغالين في اللي قلنا عليه طيب ادي اول خطوة تاني خطوة ان انا هسجل على موقع <applause> ليرن الكلام ده هنشوفه في الفيديو الاولاني تمام إيه موقع ليرن ده هو اهم موقع هشتغل عليه لان هو ده اللي بيؤهلني لدخول للتقديم للام اي لما انا ادخل اعمل تسجيل دخول على موقع ليرن على طول باخد ثلاث مسارات مهمين جدا وبرده في الفيديو الاول حضرتك هتعرف الثلاث مسارات هم ايه وانا هنزل لحضراتكم بوست بعد الميتنج هحط فيه الروابط اللي بنتكلم عنها حالا كلها اذا كان موقع ليرن او الثلاث ثلاث مسارات او الثلاث كورسات الاساسيين اللي ما ينفعش اقدم للاكسبيرت الا لما اكون اخذتهم اشتغلت على الثلاث مسارات دول بجاوب انا اسئلة جوه استمارة الترشح بتقول انت, انت اخدت مسار فلاني المسار الفلاني المسار الفلاني بقوله تك 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 نعم 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 لو قلت لا يبقى انت خرجت برة الموضوع تمام فلازم انا اخد التلات مسارات دول. دي تالت حاجه رابع حاجه ان انا ابدا بقى اشوف الاسئله الاختياريه اللي موجوده جوه استماره الترشح واجاوبها وده موجود عندي في الاول فيديو وتاني فيديو اشتغلناه مع حضراتكم اشتغلنا في اول فيديو ازاي املى بيانات الشخصيه جوه الاستماره ثم اشتغلنا في تاني فيديو ازاي املى او اجاوب على الاسئله الاختياريه اللي بتتصحح اوتوماتيك تصحيح ديجيتال على طول ثم قلنا في ثالث مره ازاي اشتغل على الاسئله المقاليه وشرحناها باسهاب لانها اصعب حاجه في الاستماره تمام وكمان اتكلمنا واحنا بنشرح لكم سوي ازاي انا اعمل مشروعي وادخله جوه سوي وان شاء الله الاسبوع القادم هيكون في شرح وافي للمشروع بتاعي اعمله ازاي احطه في سوي ازاي افكر فيه ازاي مع ان انا شايفة انه في ناس كتير قوي ادتني افكار حلوة الفترة اللي فاتت بس احنا لازم نقول برضو تمام في خلال الفترة الجاية هناخد تدريبات عن ازاي اعمل مشروعي هناخد تدريب عن الباوربوينت اونلاين بكل تفاصيله هناخد تدريبات عن الادج عن التيمز ودول حاجات مهمة جدا 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 تمام وهنا احنا اخدنا الفورمز فعلا مع ميسا وهنشتغل كمان على هنشتغل النهاردة على فليب والأسبوع اللي فات اشتغلنا على وكلت هنشتغل كمان محاضرة على الماين كرافت أو الميرج بشكل عام أو الكودينج بشكل عام تمام يا جماعة ده ملخص وانا عارفه انه سريع بس احنا هننزل لكم الوقت ده ثلاث روابط لثلاث في... دلت في دلت فيديو اللي فعلا عايز يقدم ولسه ما بداش يشتغل هيتفرج على الفيديوز دي وهيمشي على الخطوات اللي احنا قايلينها فيها باذن الله الدنيا هتبقى سهله وبرده احنا مع حضراتكم دايما ما تقلقوش خالص تمام طيب احنا نخش في موضوعنا النهارده منصه فليب ليه بنشرحها وليه مهمه لينا والكلام ده هي... هنسمعه النهارده من مستر محمد <applause> مستر. اتفضل يا مستر بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لحضرتك جدا استاذتنا ومدربتنا وملهمتنا المبدعه دايما مس ميرفت النهارده ان شاء الله انا هكون معاكم محمد خلف عضو فريق وحده دمج التكنولوجي ومركز تطوير تكنولوجي بدمياط. النهارده ان شاء الله احنا قبل ما نبدا في التطبيق بتاعنا او نبدا نتكلم عليه ونشرحه احنا عايزين نتكلم حته يعني تربوي شويه ونعرف يعني ايه, إيه نشتغل استراتيجيه جديده وجدت علينا او فرضت علينا حاليا في النسخه الجديده من التعليم اللي هي 2.0. طبعا احنا عارفين كلنا ان ان التعلم او الفكره الاساسيه للتعلم في 2.0 قائمه على الطالب او على المتعلم طيب احنا خلينا نرجع بالذاكره لورا شويه كده من سنه 1980 او الفتره اللي قبلها ربنا يمسيهم بالخير جميعا معلمينا الافاضل اللي كانوا بيربونا كانوا بيطلبوا مننا حاجه بسيطه خالص بيقولوا لنا يا اولاد بكره هنشرح كذا فروحوا ذاكروه وتعالوا نناقش فيه بكره في الفصل الطريقه دي انا شا... كنت شايف ان هي من افضل الطرق واجملها وابسطها ليا كطالب ان انا اتعلم ليه لان انا كنت بسعى للمعرفه وبسعى للمعلومه وبحاول ان انا اركز في حاجه ثاني يوم المعلم بتاعي او الاستاذ اللي كان بيدرس في الفصل كان بيبدا يوضحها لي بدون قصد او بقصد المعلم الفاضل ده اللي كان بيعلمنا بالطريقه التقليديه كان بيشتغلها، ما يعرفش ان هي أساس لنظرية جديدة اسمها دلوقتي استراتيجية الفصل المقلوب، يعني إيه استراتيجية الفصل المقلوب؟ ويعني إيه أقدر إزاي أستخدمها وإزاي أوظفها حاليًا في العالم التقنية الحديث؟ إحنا كان عندنا زمان كل المعرفة بالنسبة لنا مجرد كتاب المدرسة. واللي كان يعني ربنا بيرضى عنه كان بيروح المكتبه او والده بيجيب له كتاب يقرا فيه او يحضر فيه عن الدرس الجديد اللي هو هيتكلم فيه المعلم في الفتره او في الحصه اللي جايه. النهارده استراتيجيه الفصل المقلوب دي استراتيجيه انا بعتبرها من اجمل وافضل استراتيجيات التعلم اللي احنا لازم كلنا نشتغلها في الفصل. وهنعرف ليه وازاي هنشتغلها لانها لها مميزات وفوائد عديده جدا 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 استراتيجيه الفصل المقلوب او الفليبد كلاس روم هي استراتيجيه جديده للتعلم قلبت الطرق التقليديه للتعلم راسا على عقب يعني قلبتها خلت الايه معكوسه طبعا في بعض الناس بتسميها الفصل المعكوس هي نفس المسمى بس هي في النهايه المؤدى او الهدف الوا... الاساسي منها واحد. الاستراتيجيه دي زي ما بقولنا ان هي قلبت المفهوم ده بتاع التعليم راسا على عقب وخلت طبعا اللي دعمها وشجعها في الفتره اللي احنا شغالين فيها حاليا هو النسخه الجديده من التعليم اللي هي 2.0. خلينا نشوف مع بعض كده ايه اللي كان بيحصل زمان. زي ما احنا شايفين دي ستوري يجي المعلم كل يوم صباحا الاف وآلاف من المعلمين بيقوموا بنقل المعرفه للطلاب يبدا يقول لهم مفاهيم ومعلومات اساسيه والطلاب قاعدين بي في الفصل بيركزوا علشان ياخدوا المعلومه وبالليل بيجي الطالب يروح مع نفسه في البيت يعمل تطبيق او حل لواجبات هو المعلم يعني كلفه بيها دي كانت الفكرة التقليدية أو اللي احنا كنا بنشتغلها معظمنا في الفصل كان طبعا المعلم بيبذل مجهود كبير جدا 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 عشان يوصل المعلومة كمان الطلبة كانوا بيشعروا ببعض من الضيق وطبعا احنا كنا بنشوف وبنعاني كأولياء أمور ازاي مع أولادنا بيعرفوش يحلوا الواجب أو الواجب بيكون تقيل عليهم إلى حد ما جت بعد كده بقى استراتيجية الفصل المقلوب زي ما احنا شايفين كده المعلم واقف في الفصل وقاعد بيشرح للطلبه والطلبه بتذاكر او او يعني مركزه في الكتاب. وبالليل هنا راح علشان يعمل الواجبات اللي المعلم كلفه بيها. الدنيا هنا اتعكست اصبح الطالب هو اللي بيبدا يبحث عن المعلومه وبعدين بيجي تاني يوم الفصل هو اللي بيطبق المعرفه اللي هو اكتسبها ذاتيا وده هيديني فوائد ومزايا عديده. ايه هي المزايا دي والفوائد دي؟ اول حاجه عندي ان الطالب بيعيش في بيئه مخصوصه ليه، يعني ايه؟ يعني هو قاعد في البيت بيئه خاصه به هو، يعني معاه اللابتوب بتاعه او معاه الكتاب او معاه اي مصدر من المعلومه بيبحث بيها عن المعرفه اللي المعلم كلفه بيها. بعد كده ان هي بتخلي في شغف في التعلم الولاد حابين ييجوا المدرسه زي ما احنا شايفين كده ان هم حابين ان هم ييجوا يتعلموا حابين ان هم يروحوا المدرسه وطبعا هدف من ضمن الاهداف الاساسيه اللي بتحسسني انا كمعلم ان ان انا نجحت ان انا اخلي الولد يقدر يجي تاني يوم المدرسه لو انا فشلت ان هو يحب المدرسه يبقى انا كده ما وصلتش للهدف الاسمى او المرجو منه عندي بعد كده بتخلي عملية تعزيز للتعلم الولاد دايما عندهم شغف عايزين يشتغلوا عايزين يتعلموا كمان في حاجة تانية بتخلي ان ال... الولاد يقدروا يساعدوا بعض سواء ده كان في مجموعات او فردية يعني مثلا هو ما هوش قادر يحل الواجب لوحده فبيجي تاني يوم لما بيكون أخذ جزء من المعلومة وما قدرش توصله بيقدر زميله او قرينه اللي موجود معاه في الفصل يساعده وده بيخلق حب جو, من التعاون والالفه في الفصل وطبعا ده بيخليني اكتر اركز على المتعلمين اللي احنا بنقول عليهم ضعاف التعلم كمان عندي حاجه مهمه جدا ان هي بتخلي المعلم عنده وقت ان هو يناقش اللي الولاد اتعلموه ويبدا يطبق يعني ايه؟ يعني انا لو عندي تجربه او عندي حاجه هقدر اعملها اداني مجال للوقت ان انا اقدر أنا انفذ التجربه دي بغض النظر ان انا ما اقدرش طول النهار اشرح وطول النهار افضل انقل المعلومه لا ده هو الولد اخذ المعلومه وجالي عشان ابدا انفذ ابدا اطلع البرودكت ابدا اطلع البروجكت الخاص بتاعي اللي انا المفروض ان هو طالع من الاوت كامز بتاعت التعلم بتاعتي او نواتج التعلم كمان هتحلي ل كأنا كمعلم إن أنا أشتغل معاهم في مجموعات زي ما إحنا شايفين أو أروح لواحد لولد وحده أتكلم معاه وأشوف إيه نقاط الضعف لأن طبعًا أنا خلاص عرفت أو طبقت الهدف أو المعلومة مع بعض المتعلمين وأصبح عندي الجزء الخاص اللي هم ما قدروش يوصلوا للمعلومة معروفين بالنسبة لي فأنا هقدر إن أنا اخد من وقتي او وقت الحصه ان انا اشتغل معاهم سواء في جروب ووركس او مجموعات عمل او انديفيدوال في بطريقه فرديه كمان في حاجه مهمه جدا وهي ان المصدر بتاعي بتاع التعلم او اللي هديه للطالب علشان يشتغل عليه ممكن بفيديو واحد انا هقدر اعمله هوزعه على كل المدرسه يبقى هو هيوفر لي الجهد وهيوفر لي الوقت اللي انا ببذله علشان اعمل ادوات للتعلم زي الفلاش كارز او البوسترات او وات اي حاجه انا بستخدمها في الفصل هتبقى بالنسبه لي الموضوع سهل مش كده وبس ده, ده انا هيفضل هيبقى عندي مكتبه للموضوع ده هقدر استخدمه السنه الجايه والسنه اللي بعدها والسنه اللي بعدها والسنه اللي بعدها زي ما احنا شايفين كمان ان هو الطالب مش محتاج لكل الورق ده فبيوفر جهد ووقت ومواد وبيوفر حاجات كتير جدا كمان عندي حاجة مهمة جدا وهي بالنسبة للناس اللي هي بتخطط للتعليم الحاجة المهمة اللي احنا دايما بننادي بيها هي العدل والمساواة يعني ايه؟ يعني انا عندي طلب ضعاف لو انا بشرح في الفصل وعندي فصل فيه خمسين ستين طالب والوقت حسه مش هيكفي ان انا امر على كل الطلبه في حين ان لو اديتهم الموضوع وقلت لهم روحوا ادرسوه انا هعرف بعد كده كلهم هيبقى عندهم نفس المساواه في انه هو بياخد الجزء الخاص بيه ويشتغل على نفسه حصل عنده قصور انا ابدا اعالجه وكمان حاجه مهمه جدا ان الطالب بيتعلم جوه البيت يعني ايه بيتعلم جوه البيت بيقدر ان هو ي... يذاكر وهو قاعد بيتفرج على الفيديو أو بيتفرج على بيشوف حاجة في الكتاب أو بيشوف حاجة على الويب سايت أو على الإنترنت وهو قاعد بياكل وهو قاعد مع باباه ومامته في بيئة آمنة من دون ما يروح دروس بدون ما يتعب بدون ما يعاني فالطريقة دي طريقة فعالة جدا 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 في إن هي تحقق لي الهدف الخاص او المرجو من التعلم داخل المدرسه. اخر حاجه هنا بقى بعد اللي انا قلته ده كله من وجهه نظركم ايه هي الطريقه الامثل بالنسبه لي كمعلم ان انا اقدر استخدمها. خلينا ننتقل سريعا للشرح بتاعنا النهارده وهو تطبيق فليب. تطبيق فليب زي ما احنا عارفين ان هو بارتنر او احد شركاء مايكروسوفت يعني مايكروسوفت هي الاساس او اللي هي الشركه الخاصه بيه طبعا في تطبيقات طبعا في شراكه لكن التطبيق ده مايكروسوفت تماما هو مايكروسوفت ولو جيت اتكلم عن تطبيق او او ويب سايت مايكروسوفت بتنتجه يبقى بتكلم على اعلى درجات الحمايه و الحفاظ لحقوق الملكيه سواء للطالب او المعلم او لكمان الاشخاص العاديين اللي احنا هنشوف دلوقتي ازاي نشتغل معاهم طبعا احنا خلينا يعني ننتقل من موضوع ان احنا نعمل ساين اب لان طبعا او تسجيل دخول لاول مره لان حضراتكم اكيد اتعلمتوا يعني ايه نعمل تسجيل دخول النقطه اللي انا عايز حابب ان انا اركز عليها هنا يا ريت بعد اذن حضراتكم لو جيت تعمل ساين اب او تسجيل دخول لاول مره ابعد عن الايميل الموحد لان الايميل موحد للاسف في مشاكل مع تطبيق فيليب اي نعم هو من مايكروسوفت بس احيانا مايكروسوفت بتعرف على الايميل موحد على اساس ان هو طالب انا مش عايز ان انا ادخل على المنصه كطالب انا عايز ادخل عليها كمعلم فلذلك وانا بعمل اختيار للمعلم او طالب لازم اختار دايما معلم لما يجي الطالب عندي يعمل تسجيل دخول بيعمل تسجيل دخول لمعلم دي الواجهه الرئيسيه بتاعتي طبعا انا حابب ان انا اذكر ان احنا عندنا ان شاء الله مس ميرفت في اخر اللقاء في عندنا نجم اللقاء فنركز كويس جدا في الشرح علشان الاسئله اللي هناخدها في اخر اللقاء ان شاء الله هتكون اجابتها من ضمن اللي احنا هنقوله دلوقتي. دي الوجهه الرئيسيه اللي المفروض ان انا كمعلم بفتح عليها. طبعا انا مش هتظهر عندكم بالشكل ده لان انا في عندي بعض الجروبات او بعض المجموعات اللي مشترك فيها. دي الصفحه الرئيسيه لما بضغط على كلمه فليب كده بتجيب لي الصفحه الرئيسيه طبعا هو اول اول جروب عندي او مجموعه عندي هي الفليب سيرتيفايد او ان انا اكون معلم معتمد من فليب وطبعا ده احنا تناولنا عليه بالشرح قبل كده ان شاء الله مش هنتناوله النهارده لان هياخد مننا وقت كبير ممكن بعد كده ننزل لكم الفيديوهات الخاصه ازاي اخد فليب سيرتيفايد ايديوكيتور. اول حاجه لازم اعملها هي إن أنا زي ما أنشأت فصل في المدرسة لازم هنشئ هنا فصل بس هنا هسميه جروب أو مجموعة. شايفين علامة البلاس دي اللي جنب كلمة جروب؟ هضغط عليها. عندي فوق طبعاً كاميرا وفيديوز هشرحهم بس بعد ما أبدأ الجروب علشان هخلي حضراتكم دلوقتي تشتغلوا معايا في الجروب أو تنضموا للجروب. أنا هضغط على كلمة جروب هيجي لي خيارين. الخيار الأول وهو كرييت أ الخيار التالي وهو Join a group. طبعا انا كمعلم لازم انشئ جروب. انا لو عايز انضم لحد من زملائي المعلمين اللي عندهم مجموعات بختار Join a group. بيجي لي هنا بيقول لي ايه؟ Enter a code. او Join a group with code. لازم يكون معايا الكود بتاع الجروب ده. نفس الفكره بتاعة المايكروسوفت تيمز بالظبط. انا خليني هاخد هنا من البدايه وهبدا Create جروب. او كرييت جروب لما بضغط على كرييت جروب في التحديث الجديد جاب لي بعض الحاجات اللي ما كانتش موجوده قبل كده ايه هي اول حاجه ان هو قسم لي الجروبات او المجموعات اللي انا هنشئها لم لمجمو... يعني انواع الجروب اللي انا عايز اعمله الهدف منه ايه اول حاجه عندي الهدف الاولاني ان هو كلاس روم ان هو يكون فصل الهدف الثاني ان هو مؤسسة يعني نادي للكلابس مثلا أو الإيفنتس أو الـ Network. ممكن أعمل جروب للفاميلي أو الفريندس يعني حتى كمان لو أنا عندي أصدقاء ممكن يدخلوا معايا في الفليب بعيد عن التعليم ممكن أكون بروفيشنال ديفلوبمنت اللي هو التنمية المستدامة وده هيكون خاص بنا كمجموعة مدرسين مع بعض نفس المادة أنا اللي يهمني وعايز أشتغل عليه هو الكلاس روم قضت على كلاس روم او النوع الاول اللي هو ده علشان اشوف ايه اللي هيحصل. زي ما احنا شايفين كده جالي نافذه جديده وبيقول لي ايه الليفل اللي انت بتشتغل معاه؟ يعني انا بشتغل مع فئه عمريه من انهي سنه؟ فلازم اختار واحده من دول. انا لو بشتغل مع سني من 3 ل 10 بختار الاولى. بشتغل اللي هو الميدل سكول اللي هو الاعدادي من 11 ل 13. او سوري من الصف من 11 ل 13 او من 14 ل 18 اللي هي الهاي سكول المدرسه الثانويه او ان احنا لو احنا كنا تكنيكال او يونيفرسيتي اللي هي الجامعه فانا اختار اللي هو الصف من او الفئه العمريه من 3 الى 10 سنوات بعد ما علمت عليها كده لازم هضغط على كلمه نيكست هتنقلني هنا لشكل او تصميم الجروب زي ما احنا شايفين كده قال بيقول لي انتر ا جروب نيم هير اكتب اسم الجروب انا هسمي الجروب بتاعي مثلا هسميه جريد 4 وطبعا اخليه انجلش علشان اعرف ان ده انجلش ممكن اسميه باي حاجه ثانيه مش شرط ان انا اسميه انجلش يعني انا بضرب مثال وحضراتكم طبعا عندكم الكريتيفيتي ان انتوا تنشئوا او تعملوا شغل كويس فيه دي اول حاجه تاني حاجه اللي هو بيقول لي حط سيم او حاجه تميز بيها الجروب زي الكفر بتاع الجروب فانا مثلا اختار من ضمن الكتب دي او اختار اي صوره من دول وبعدين بضغط عليها وبعدين هقول له كرييت لما بضغط على كرييت كده الجروب بتاعي بقى جاهز يبقى اول خطوه عندي ان انا اعمل تسجيل دخول تاني خطوه ان انا هنشئ الجروب لازم بالترتيب ما ينفعش انشئ موضوع قبل الجروب لازم الجروب الاول وبعد كده الموضوع طيب اعمل ايه علشان اخلي الناس تدخل عندي في الجروب بتاعي زي ما احنا شايفين كده في عندي اكتر من اوبشن ان انا اعمل مشاركه للجروب ده <تصفيق> عفوا <تصفيق> اول حاجه هنا ان هو بيقول لي انت ممكن تاخد اللينك بتاع الجروب وتاخده از لينك وتبعته طيب تحت منها في ايه في بيقول لي اني ون واللينك كان جوين ودي حاجة مهمة إن أنا لازم يكون اللي أنا هبعته الجروب ده شخص موثوق بيه لأن هو لو كان طالب أو حد ممكن يجيب لي, يجيب لي مشاكل لازم أبعد نفسي عن المشاكل دي وخليها only people can approve يعني أي حد لازم أنا اللي أعمله approve هو ما يدخلش اللي لازم أنا أعمله approve فطبعا لو انت هتعملها مع طلبه يبقى خليها only people can يو أبروف you approve can join اللي هي انت لازم تعمل لهم ابروف انت بنفسك عندي تحت منها بيقول لي other ways to add people عايز بعد كده في بعض الحاجات التانية اللي انا ممكن اضيف بيها الناس ايه هي زي جوجل كلاس روم لو انا بقى فصل وان شاء الله انا بعوكم ان احنا هنعمل فيديو بسيط او قصير علشان نشرح فيه ازاي نضيف جوجل كلاس روم او ننشئ جوجل كلاس روم لانه برضو من ضمن الحاجات اللي هي دايما فيها انتجريشن او تضامن او تدخل مع معظم التطبيقات. او ان انا ببعت له ايميل او ان انا بضيفه باليوزر نيم. طبعا هو اسهل طريقه عندي اللي هي باخد اللينك. بعدين هعمل اللينك كوبي، طبعا في حاجه تانية كمان اللي هي السكان اللي هي الكيو ار كود. الكيو كود ممكن ان انا اخد الكيو كود ده اعمله داونلود وابعته على جروب الواتساب او على منصات التواصل و أخلي ولادي يدخلوا فانا مش هعمل له كي أرقود. انا هاخد كوبل اللينك وبعدين هحطه فين في الشات بتاعنا بتاع الواتساب سوري الشات بتاع التيمز اي حد دلوقتي اي حد دلوقتي مش ميرفت صوت كويس مس <applause> ايوه الصوت, الصوت كويس تمام ماشي كي. تمام والشاشه شغاله يا جماعه في حد بيقول الشاشه واقفه يبقى النت عندي اه انا دلوقتي خلاص انا عملت بعت الكود ده اي حد هيقدر ان هو ينضم للجروب اللي انا انشاته اللي هو جريد 4 طبعا انا مخليه مفتوح علشان اي حد ممكن يدخل خلاص انا انشات الجروب نيجي هنا بقى عندي من داخل الجروب طبعا ده شكله في عندي هنا حاجه اسمها الجوين كود طبعا ده الكود اللي انا هبعته للولاد لو انا عايز اخليهم يدخلوا بالكود لو انا ضغطت هنا على الكود على كوبي وهروح على المتصفح الثاني وهكتب فليب مايكروسوفت او مايكروسوفت فليب دي الشاشه الرئيسيه اللي انا بدخل عليها في تسجيل الدخول هنا شايفين احط الكود فين احطه هنا اللي هو انتر اكود احطه هنا اللي هو الكود بتاع ايه الكود بتاع الفصل اللي انا انشاته او الجروب اللي انا انشاته طبعا انا بعمل له بروسيد او ان بش... ب... ب... بعديه قال لي جاب لي هنا بيقول لي ان الجروب اهو ده اسمه ده الجروب بتاعي وانا اسمي محمد صاحب الجروب محمد خلف ده انا اللي منشئ الجروب يبقى دي الطريقة التانية ان انا ممكن التحق بالكود خلينا نرجع تاني على المتصفح الرئيسي اللي هو شغلنا اللي احنا شغالين فيه طبعا هنا دلوقتي بيقول لي انت في عندك في ال... ال... الجروب اللي انت انشاته ده بيجيب لي ثلاث موضوعات اساسيه اول ما بشتغل يعني اول ما بنشئ الجروب بيجيب لي ثلاث موضوعات اساسيه اول حاجه اللي هي الويكلي تشيك ان يعني ايه الويكلي تشيك ان يعني الحاجات اللي انا عايز اعمل عنها تنويه اسبوعي يوصل الاولاد ازاي النهارده عندي اجتماع النهارده هنعمل كذا النهارده هنعمل كذا ان انا ببعت لهم رساله الحاجه الثانيه اللي هي الجنرال general. الجنرال general ده الموضوع الجنرال واخر حاجه اللي هي الانترودكشن الانترودكشن ده بيكون ايه بيكون عباره عن ان كل واحد بيدخل جروب بيشارك باسمه وبيشارك بسنه وبيشارك ببعض المعلومات اللي هي الأساسية عنه طيب من داخل الجروب بقى أنا عندي حاجة تانية مهمة اللي هي إن أنا أحط توبيك أو أحط موضوع ليه؟ لأن أنا طبعا بعد ما أنشأت الفصل مش هينفع أسيب الفصل بدون ما يكون عندي موضوع للمناقشة طب موضوع المناقشة ده هيكون إزاي؟ هضغط على كلمة Add Topic أو إضافة موضوع هيجي لي نفس الشاشة اللي كانت قبل كده. بيقول لي هنا بيقول لي Add a question or idea to, to discuss يعني حط هنا عنوان أو فكرة علشان هنناقشها فأنا هحط مثلا موضوع من فصل الصف, الصف الرابع هقول A tour سوري A trip to ذا سي ده موضوع فعلا موجود عندي في الصف الرابع اللي هو كونكت فور وطبعا زي ما احنا شايفين كده بيقول لي ريكويرد ريكويرد يعني مطلوب ما ينفعش ان انا اعمل موضوع بدون ما يكون ليه عنوان طيب الديسكريبشن بقى ايه اللي لازم اوصف فيه الموضوع بقى ده او ايه الحاجات اللي انا اخلي ولادي يدخلوا يشتغلوا عليها انا لازم اديله حاجه تساعده ما ينفعش اقول له حبيبي روح النهارده اتعلم عن البوست سيمبل وروح دور لا هكذا ممكن يروح يدور في حاجات انا مش عايزها فانا لازم هتز... اعمل له جايدن... جايدنس ل... او ارشاد او دليل ان هو يمشي عليه طب الدليل والارشاد ده هيكون ايه خلينا انا كنت مجهز معاكم دلوقتي بعض الحاجات عشان وقتنا هنشوفها مع بعض دلوقتي انا هنا مثلا كنت كاتب تريب اور تريب تو ذا سي ده طبعا العنوان فانا هنا مطلوب من ولد بعض الحاجات انا عايزه يعملها لي ايه هي اول حاجه هاخد الطابق ده او هاخد التكست ده علشان انا هاخده عند المتصفح تاني واحطه هنا في التكست حطيته هنا في التكست اهو علشان ايه علشان الولد يقدر ان هو يشوفه او يقراه ده النص اللي موجود بالفعل في الكتاب اول حاجه حطيت لي باراجراف اللي انا <applause> عايز الولد يقراه <applause> بعد كده عندي إيه الباراجراف حطيته طيب انا لما حطيت الباراجراف هو الولد هيعرف انا عايز منه ايه يبقى لازم هضيف له اسئله فين الاسئله يا عم محمد هروح رايح برده على الاسئله بتاعتي اهي اللي هي إيه انا مجهزها واحطها في الجزء بتاع الموضوع خلينا ننزل تحت شويه كده عشان يكون في فاصل هقول له بيست يبقى هنا هو قال لي ايه انا عندي هنا طبعا إيه خلينا نشوفها مع بعض كده انا حطيت بعض التعليمات بالنسبه للولاد عشان يقدروا يشتغلوا عليه. ايه هي التعليمات دي التعليمات دي بتقول له اول حاجه اول حاجه عندي واتش ذا فيديو طب انا فين في الفيديو انا برضو مجهز فيديو طبعا انا بجهز كل الماتيريالز بتاعتي هاخد الفيديو ده وهاخده كوبي وهحطه فين هحطه برضو هنا في الفيديو الفيديو تحت اهو هطلع على علامه الفيديو واحط بيست هقول له سيرش اعمل لي بحث الفيديو ده طبعا انا كنت شايفه قبل كده ومتاكد ان هو مثلا مناسب للفئه دي هو كان عباره عن فيديو كرتون والولاد ممكن يتفرجوا عليه بحيث ان هم يكون عندهم متعه للتعلم وبعدين هضيفه اصبح عندي هنا اول حاجه عملتها تكست او نص طبعا انت م... قدام حضرتك بعض الح... الخيارات اللي ان انت تقدر تعملها فأول حاجه عملتها تكست طبعا هو المستند هنا عامل زي بالظبط الوورد في بعض التنسيقات مش كلها اساسيه طبعا بس هي معظمها يعني قريب للوورد كلنا طبعا بنتفرج على الوورد اللي انا عايزه من الولاد اول حاجه ايه اول حاجه بقول له <تضمن forcément cities> واتش ذا فيديو يبقى إيه هو هيروح على الفيديو ده لما هيشوف الموضوع هيروح يشوف الفيديو تاني حاجه ريد ذا تكست above. شوف اقرا النص اللي انا حاطه لك فوق ده طيب اخر حاجه بقى اللي هي فيلم يور سيلف فيلم يور سيلف يعني ايه يعني سجل نفسك وانت بتجاوب على الاسئله التاليه ايه هي الاسئله التاليه اول حاجه دو لايك جوينج تو ذا سي انت بتحب تروح البحر وات دو لايك موست ايه اللي انت بتحبه اكتر حاجه بتحبها طبعا كل الكلام ده مذكور في القطعه وهنا بقى كان في عندي حته جرامر او ستراكشر دي كانت موجوده بتتكلم على الباست سمبل لان الوحده دي كانت بتتكلم على الباست سمبل فبقول له منشن 3 3 باست سمبل فيربس اذكر لي ثلاث افعال عن الباست سمبل او موجوده في الباست سمبل هو هيقرا وهيبدا يجاوب مع نفسه عن الحاجات دي طيب ايه كمان ممكن ان انا اضيفه ممكن اجي على كلمه معينه واحط لها ارتباط يعني ارتباط يعني الولد بمجرد ان هو هيضغط عليها هتوصله لموقع يعني ايه يعني انا مثلا لو جيت على كلمه ذا سي وظللتها كده وحطيت لينك هيقول لي هنا حط اللينك اللي انت عايز تحطه انا كنت مجهز برضو حاجه من موقع بتاع آه البريتش كونسل اللي هو ليرن انجلش فور كيدز وده بنصح بيه اي حد عنده ولد صغير او عايز يعلمه انجلش صح بعيد عن اي حاجه بدون تكلفه موجود على موقع البريتش كونسيل ليرن انجلش فور كيدز انا هاخد منه طبعا ده جيم عايزه يلعب فباخد الرابط من فوق بعمل له كوبي وهروح على الجزء بتاع النص او اللينك اليو ار ال واحطه بيست وبعدين هقول له انسيرت لما الولد هيفتح اللينك ده هيضغط عليه هيوصله على فين على ال على الـ الموقع اللي انا حددته بتاع البريتش كونسل او ليرن انجلش فور كيدز طيب انا خلاص كده تمام عملت الطبق عندي حاجه بقى ثانيه مهمه وهي ايه وهي السيتنج اللي هي ايه السيتنج خلينا نشوف ايه هي السيتنج السيتنج دي خاصه بالموضوع ده لازم يكون اكتف يعني ايه إكتيف؟ يعني انا لو ما عملتش الموضوع ده اكتف محدش هيشوفه او خليته فيو اونلي هيشوفوه بس مش هيشتغلوا عليه هيدن يبقى محدش هيشوفه خالص كمان عندي الستارت ديت الستارت ديت ده هو التاريخ اللي انا هشغله او هيبدا بيه الولد يشتغل عليه لان طبعا انا هديله المهمه او الجزء اللي هيشتغل عليه في في وضع محدد يعني في وقت او فتره زمنيه محدده مربوطه بيوم ومربوطه بيوم بدايه ويوم نهايه كمان عندي حاجه مهمه جدا اللي هي المودريشن خلينا نغير هنا في الستارت ديت وهضغط عليها كده هختار من الكالندر يوم مثلا اللي هو يوم 31 اللي هو النهارده والان ديت هيبدا شويه بعد كده خليه مثلا اليوم 10 يبقى الولد من يوم 31 5 ليوم 10 6 عنده امكانيه ان هو يشتغل على الموضوع ده طبعا انا عندي الخيارات الاساسيه ان انا اخلي الموضوع ده ممكن يكون خلال يوم او يومين او ثلاثه على حسب ما انا شايف او على حسب ما حاسس ان الولاد بتوعي هيدوني استجابات نيجي هنا بقى للموديريشن ممبر اكتيفيتي ودي مهمه ليه لإن المودريشن أو التحكم في المودريشن دي لازم بيخليني أنا أعمل أبروف أو يعمل سماح لكل حاجة الولاد بيعملوها يعني إيه؟ يعني ممكن ولد يعمل تعليق على زميله وبيبقى متاح ليه إن هو يشوف التعليقات أو يشوف الفيديوهات اللي زمايله بيرفعوها فلازم أفعل المودريشن دي لازم أفعل أخلي عندي تحكم على الحاجات اللي الولاد بيعملوها كمان عندي الكومنتس اللي هي التعليقات ممكن الولد يجي يقول لي على على موضوع معين او على تعليق معين لصاحبه ويروح قايل له كلمه مش كويسه فانا برضو لازم اعمل حسابي ان انا اكون متحكم في التعليقات اللي هتوصل على الريسبونسز او الاستجابات اللي الولاد هيعملوها كمان عندي الكومنتس دي الكومنتس ديت ممكن تكون بايه ممكن تكون بفيديو او تكست او يكون بريسبونس بس يعني هو بيديني كمان امكانيه ان الولد ممكن يرد بتعليق على زميله بفيديو ودي حاجه برضو حلوه بتخلي الولاد نفسهم لهم بس طبعا احنا لازم نكون متحكمين فيها عندي في الريسبونسز اسمح لهم بايه اسمح لهم وطبعاً طبعا كل الحاجات دي هشوفها احمل اسمح لهم ان هم يعملوا داونلود وشير للفيديو ولا ما اسمح لهمش اخليهم يعملوا لايك like او مش لايك like. او اخليهم في الكاميرا بقى يكون عندهم حاجات اضافيه ان هو عندهم رسمة عندهم ستيكر عندهم الحاجات دي كلها نتعرف عليها دلوقتي في الكاميرا كل اللي انا عايز افعله من دول بفعله اللي مش عايزه بلغيه بس اهم شيء عندي ان لازم يكون عندي مودريشن لازم يكون عندي انا المتحكم في الاستجابات وكمان متحكم في التعليقات اللي بتحصل على الموضوع اللي انا بقوم بشرحه خلاص كده انا تمام عندي على الموضوع بقول له كرييت توبيك لو اضغط كرييت توبيك بيجي لي نفس النافذه بيديني بعض الخيارات اللي انا اقدر اشارك بها التوبيك هنبدا من الاسكان بضغط على الاسكان ممكن ان انا اعمل له داونلود وابعته الحاجه الثانيه ان انا باخد اللينك كوبي ده وبحطه في الشات بتاع التيمز او على الواتساب اهو يبقى اي حد دلوقتي هيدخل على الموضوع هيقدر ان هو يشترك او كمان ان انا اخده إمبيت كود وده طبعا زملاء المدربين شرحوا قبل كده يعني ايه امبيد كود او الرابط المتضمن اللي هو بيخليني جوه اه السوي مثلا او جوه الوورد ال اه او جوه الباوربوينت ان الولد يجاوب عليه ما يكونش يطلعه بره الشاشه اللي هو شغال عليها كمان ممكن ان انا اضيفه على جوجل كلاس روم كواجب كمان ان انا ممكن اضيفه على اه فريق من الفرق اللي انا شغال عليها على المايكروسوفت تيمز كمان ممكن ان انا اعمله شير تو يعني خليه بعد كده ان انا تذكره فيما بعد او ان انا اعمله بوست على تويتر طبعا البوست على تويتر ده ما بيكونش خاص قوي ب الو او المدرسه بيكون خاص بالاصحاب او الاصدقاء لو احنا عملنا جروب او فريق علشان نتعلم فمش مشكله ان احنا نعمل له شير على تويتر وطبعا نصيحة لكل الناس اللي بتقدم جديد زود متابعينك على تويتر علشان ده هو المنصة الأساسية اللي مايكروسوفت بتشتغل عليها أو هي زي ما بيقول عليه كده الباور اللي بيوري للناس إزاي إن أنت بتشتغل على موضوع التكنولوجيا أو موضوع مايكروسوفت. خلاص أنا كده عملت له شير ده شكل الموضوع شايفين شكله عامل إزاي؟ هنا عندي فيديو هنا عندي الارتباط واقف على كلمة attribute to the sea لو ضغطت عليه كده يروح محولني على طول على شايفين حولني فين حولني على الموقع اللي انا مختاره اللي هو learn English kids بتاع الخاص بالبريتش كونسل خلينا نرجع تاني هنا بقى بيجي لي ال... بيجي لي هنا النص اللي انا حطيته وبعدين بضغط على شو عشان يجيب لي النص كله طيب ولنفرض ان في ولد مش بيعرف انجليش كويس او في عنده مشكله في الانجليش المايكروسوفت ليب اداني امكانيه ان انا استخدم الاميرسيف ريدر الاميرسيف ريدر بيكون على كل حاجه فيها نص فين الاميرسيف ريدر ده يا محمد اهو هو موجود فوق خالص اهو هقول له سمحت انا عايز ترجمه للنص اللي انا كتبته ده لان المدرس كاتبه وانا ما بعرفش انجليزي كويس يا عم ترجمه لي هضغط على الاميرسيف ريدر هيحولني على صفحه جديده وهيقول لي المستند ده فيه ايه هنستنى شويه لحد ما تحمل الصفحه علشان نشوف مع بعض ازاي الاميرسيف ريدر بيشتغل وده طبعا من ضمن التولز او الادوات المهمه جدا اللي لازم نكون احنا كلنا على درايه بيها لان انا بشوف الاميرسيف ريدر في او القارئ الشامل في الباوربوينت بشوفه في تيمز بشوفه في معظم الحاجات اللي هي بتشتغل على مايكروسوفت لان ده هو اساس المساواه هو اساس العدل من هنا جت الفكره بتاعه ان انا كل طالب ياخد حقه من التعليم وطبعا بدون مجهود وبدون اي تعب مني انا كمعلم خلينا نشوف بعد كده ريدر هيترجم النص ده ازاي هضغط هنا على كلمه الكتاب ريدنج بشوف ايه اللي ممكن يحصل هنا هنا بيقول لي انت عايز تترجم الـ 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 يعني النص كله لانهي لغه هختار هنا طبعا عندي الارابيك ايجيبشن علشان اشوف الاميرسيف ريدر ده هيترجمه لي ازاي عايز عايزه انت بورد ولا كله دوكيومنت بالمستند كله انا ممكن اختار الوورد المستند كله واختار كده اعلم عليه ها شايفين بيقول لي رحلة إلى الكرسي طبعا أنا هي هنا غلط رحلتنا إلى سي ذهبنا إلى دمياط نرى الجد والجدة الذين يعيشون على البحر سبحنا في الماء الذي كان عميقا وأزرق رأينا وهكذا وهكذا وهكذا, وهكذا. ننزل تحت ده بيقول لي إيه شاهد الفيديو بترجم الولد إيه المطلوب منه هو مش عارف إيه اللي المدرس طالبه فأنا علشان خاطر إن أنا إيه أساعده فالإميرسيف ريدر ده جاب يساعدني طب خلينا نشوف كده لو وقفت على دي جاب لي إيه هنا جاب لي هنا تفاحه اسمها ايه يا مستر؟ هنسمع؟ ابلز أبل. يبقى هو الولاد عرف من نفسه ان التفاحه دي بتتنطق ابلز طيب نشوف اللي بعدها بنانا خلاص يبقى هو عارف كلمه كمان هو هنا بيقدر يتعلم ذاتيا انا مش هبذل مجهود ان انا اتعب معاه ان انا اترجم له النص وطبعا ستيب باي ستيب واحده بواحده الولاد هيوصلوا لمرحله ان هم يعرفوا الحاجات الاساسيه بعد ما ترجمت Immersive ريدر هرجع تاني للموضوع انا عملت له مشاركه طب ايه كمان اللي احنا كنا شغالين عليه اللي هو الفيديو الفيديو تعالى نشوفه كده مع بعض شايفين الفيديو اهو ده طبعا انا جايب فيديو طبعا مش شرط يكون هو الاساسي بالموضوع بس انا جبته علشان خاطر الوقت بتاعنا ونشتغل عليه طيب احنا كده خلصنا الموضوع خلصنا ازاي اللي شاركناه والولاد هيبداوا ان هم يعملوا ريكورد هيضغط على كلمه ريكورد وهيبدا يسجل لما هيبدا يسجل بقى يبقى لازم احنا ننتقل دلوقتي للكاميرا فين الكاميرا الكاميرا اهي نفتح مع بعض الكاميرا ونشوف ايه اللي هيحصل فيها طبعا لازم اعمل لها لو لان ما عملتهاش لو عملتها بلوك مش هتظهر عندي فبعمل له لاو خلاص انا ظهرت انا اهو تمام هنا انا ما سجلتش لحد دلوقتي طبعا احنا قلنا ان الموضوع بيكون في حمايه اقصى مده عندي اقدر اسجلها هي ال10 دقائق ما بيزيدش عن 10 دقائق طيب ايه كمان اقدر اضيفه هنا بيديني ان انا اغير الباك جراوند بتاعتي خلينا نشوفها الباك جراوند كده لما بغير الباك جراوند او بضغط على كلمه باك جراوند بيديني خلفيات فيرتشوال او افتراضيه ممكن انا ادخل على واحده فيهم او اكون موجود في واحده فيهم نستنى شويه طبعا انا مش عايز اختار واحده من ضمنهم فيديو عشان ما اتحملش معايا اختار دي خلاص اخترت دي هستناها كده وهقفلها كده انا اخترت الباك جراوند مستناه شويه لحد ما اتحمل إيه زي ما احنا شايفين كده ايه الباك جراوند ورايا اتغيرت طيب ايه كمان انا لو مش عايز اظهر بصوتي بسوري بشكلي هظهر بالاوديو ان انا اشتغل اوديو بس يبقى هو هنا بتحول من فيديو لاوديو وده طبعا متاح لكل الناس اللي عايز يشتغل على على الاوديو بس ان هو يسجل نفسه وهو بيتكلم بس ارجع تاني للفيديو علشان فيها بعض الحاجات الجميله اللي احنا هناخدها ممكن اضيف هنا ايه ممكن اضيف خط اكتب خط مثلا هكتب هنا مثلا اسمي اختار ده عشان هو مناسب معايا اختار مثلا اكتب محمد محمد كتبت خطي خلاص اسمي هكتبه احطه فوق هنا ممكن اضيف ايه كمان عند الاستيكرز هضغط على الاستيكرز ممكن نحط مثلا سوبر لا طبعا توجذر وكان ماشي حلوه توجذر وكان طبعا هو في ديلاي بس في الانترنت انا بعتذر عنه ممكن يكون الصوت متاخر شويه بس هي الدنيا واضحه عندي كمان هنا بقى في البريزنتر مود البريزنتر مود نفس الموضوع بتاع التيمز ان انا اخلي نفسي او اخلي الشغل بتاعي انا في جزء صغير من الشاشه كده طبعا بقيت انا تحت اهو شايفين الشاشه كلها كبرت وانا موجود تحت ممكن اخليها على الشمال او على اليمين طبعا انا مختار على اليمين ايه كمان عايز لو انا اشرح للولاد حاجه في عندي حاجه اسمها الوايت بورد اللي هي دي بضغط على بورد اللي هي على علامه القلم دي وبختار خلفيه او بختار حاجه اشرح عليها طيب انا هشرح اختار مثلا دي واقول له لو سمحت انا عايز اشرح هنا طب انا جبت خلفيه بيضه عايز قلم أجيب قلم أهو أختار الشكل بتاعه أو أختار اللون وأقول له أنا عايز مثلا قلم أكتب هنا مثلا أكتب أي لايك فيش مثلا طبعا أنا بكتب بالماوس الخط وحش مش حلو قوي أكتب أي حاجة طبعا أنا كتبت عايز أمسح. علامه الاريزر فوق خالص هناك اهي اهي اروح اعملها كده اروح كل حاجه ممسوحه أضغط انا على على الشاشه عايز اكبرها شويه علامه الاسحاب دي السحب دي ممكن تكبر لي بورد للاخر او ان انا اخليها بجزء صغير طب انا لو عايز ارسم على مربعات اختار المربعات اهو جاب لي مربعات عايز ارسم اكتب على سطور عايز ارسم على خلفيه سوداء زي ما انا عايز انا ب... الموضوع كله متاح بالنسبه لي بيديني كمان هنا خيار ان انا اعمل ابلود للكليب ده ان انا برفعه دي كانت معظم الحاجات اللي موجوده في الكاميرا خلينا نقفلها ونرجع تاني على الموضوع لان يعني في عندي حاجه مهمه لازم اتكلم عنها وهي الاشياء الخاصه بالموقع نفسه اللي هي اول حاجه عندي الديسكفري الديسكفري ده طبعا هو المكتبه الخاصه بالفليب يعني أي حد بينشر حاجة على مستوى العالم موجودة في فليب على الفليب، كمان فيها الايفنتس اللي هي الأحداث اللي احنا بنحضرها وطبعا ده من ضمن الحاجات الشواهد اللي أنت بتحضر أحداث للفليب أو بتكون موجودة في الاستمارة أن أنت بتحضر الأحداث بتاعة الايفنتس دي. فأنا عايز أدور على أي موضوع أدور عنه هنا فبقول ديسكفري ده هو المكتبة الأساسية اللي موجودة على مستوى العالم. كمان عندي هنا الميكس تيب الميكس تيب ده هو الشريط اللي انا ممكن اجمع فيه كل الاستجابات بتاعت الطلاب بتوعي يعني ايه يعني انا مثلا لو جيت شفت الاستجابات دي او الميكس تيب ده هو عباره زي شايفين زمان احنا كنا بنجمع من كل فيلم اغنيه كده ونجمعهم مع بعض في الشريط هي نفس الموضوع ان انا ممكن اعمل شير للرابط بتاع الميكس تيب مع الناس اللي هم عايزين يشوفوه في رابط واحد اضغط عليه كده هشوف الميكس تيب هيشتغل ازاي اهو هنا بيقول لي ميكس تيب باسورد طبعا كنت عامله باسورد خلينا نعديها بس نعرفها اخر حاجه عندي اللي هي الجريد باوز الجريد باوز ديت هي الشبكه اللي انا بشتغل مع زمايلي على مستوى العالم او الاتصال بيننا وبين بعض على مستوى العالم اي نقطه خضراء من دول معناها ان هنا في جريد بال يعني ايه هنا في شخص مفعل او بيستخدم الجريد سوري <سؤال> الفليب لازم هنا اخد بالي ان هي لازم تكون هنا اكتف مش هيدن لو انا عملتها هيدن يبقى انا مش هظهر لازم اخلي الوضع بتاعي اكتف لما بضغط عليها كده فبيظهر لي الشخص ده ممكن انا اعمل له اضافه زيها زي اضافه في الفيسبوك كده احنا خلاص تقريبا شرحنا معظم الحاجات الاساسيه في الفليب ايه المطلوب مني علشان ان انا اثبت ان انا بستخدم فليب بسم الله ما شاء الله احنا بقى عندنا 26 عضو ما شاء الله طبعا شكرا لكل الناس اللي شرفتني في الجروب بحييكم جميعا ونورتوا الكريت فور ان شاء الله اعمل لكم موضوع تبداوا تشاركوا فيه فانا مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا اعمل جروب واعمل موضوع واخلي زمايلي اللي هم المعلمين زمايلي مش شرط بقى الطلبه ان هم يشاركوا معايا فيه وهاخد الميكس تيب بتاعت الاستجابات دي كلها واعمل لها رابط واحد واحطها في السوي بتاعي ده دليل ان انا اشتغلت بالفليب كمان عندي حاجه تانية مهمه ان هي لو انا حضرت اي حدث من احداث الفليب اللي انا بجيبها من الديسكفري اللي هي دي بسجل الحدث او باخد منه لقطه شاشه ان انا اخدت عندي دليل ان انا حضرت ايه الايفنت ده واشتغلت عليه ده المطلوب مني في الاستماره. طبعا كان في زمان سؤال عن الجريد بول بس هو خلاص ما عادش موجود هو لو انت قدرت تكون شبكه كبيره لان انت هتستفيد منهم ليه؟ لان هو ممكن حد يضيفك زي ما حد بيضيفني دلوقتي ان هو بيخليني انا معلم معاه او اكون موجود معاه بشوف فكر جديد بشوف حاجه جديده بقدر ان انا انفذها بيسهل عليا الموضوع كمان ان انا ايه؟ ما اخد الموضوع ده كوبي او ان انا اخده نسخ او انشره للفريق بتاعي او الجروب بتاعي انا تقريبا شرحت كل حاجه في الفليب هنيجي دلوقتي للجزء الخاص باستماره التجديد اللي المفروض ان احنا هنشتغل عليها مع الساده اللي تم الحصول العام الماضي على لقب معلم مبدع خبير خلينا نفتح مع بعض الاستماره ونشوف طبعا انا بشتغل على الاستماره على الوورد لان الموقع لحظة أه لا مستر بحضلع. محمد اتفضل يا مس أه بس هنقول لهم ان اللي عايز يسال في اي حاجه تخص فليب هيبقى في الاخر برضو في اخر في الاخر ان شاء الله أطلع. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تمام الجزء الثاني بتاعنا النهارده اللي هو الاستماره بتاعه الترشح استماره الترشح بالنسبه لي اللي هي رينيو طبعا ده لازم اول حاجه الناس اللي كانت معانا السنه اللي فاتت الاكسبيرس اول حاجه بيعمل ساين ان بالايميل اللي هو دخل عليه السنه اللي فاتت يعني هو لو دخل بايميل تاني جديد مش هيجي له رينيو فبيظهر عنده في الاكونت هنا بيقول لي ان هو الاكونت اهو طبعا دي ده الاكونت بتاع مس شونجا بيقول لي الاي دي بتاعي الـ اللي هو انا اشتغلت بيه السنه اللي فاتت تاني خطوه هنا بيقول لي سيف اند سبميت يعني لو عايز اغير بقى في المعلومات بتاعتي او الحاجه اللي هي الشخصيه بتاعتي لو في حاجه اتغيرت اسم مدرسه مثلا عايز اعمل الايميل بديل اغيره وما انصحش ان حد يغير فيه علشان ما يحصلش مشاكل خلينا ايه لو انا عايز اغير معلومات او حاجه شخصيه فباجي اعمل سيف اند سبميت نيجي هنا بقى لل New Self-Nomination or New Renewal uh, AIE، ان انا هعمل استماره التجديد اللي هي الجزء الرابع. بيقول لي هنا بقى عندك بعض الحاجات، ايه هي؟ أول حاجة Complete the long form questions and submit them. يعني أنت هتكمل الأسئلة الطويلة. يبقى الجزء الثاني المهم المختلف عن التجديد لأول مرة، أن أنا عندي الأسئلة اللي هي الشورت answers مش موجودة. أول حاجة عندي عندي أسئلة طويلة، أسئلة مقالية طويلة. طبعا هو بيقول لي قبل يوم 17 جولاي اللي هو 17 يوليو. بعد كده بيقول لي لما إن شاء الله هتنجح هتيجي هيجي لك الكريدلي على البادج هيجي على موقع كريدلي في نفس الأسبوع، دي التعليمات. تعال نشوف بقى اللونج أنسر كويشنز اللي هي أسئلة المقال الطويلة اللي هي خاصة بالتجديد. زي ما احنا جاوبنا العام السنه اللي فاتت بعض الاسئله الخاصه بي م... كمعلم او ازاي ايه السبب الدافعيه او ال... 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 الحاجه الاساسيه اللي خلتني اكون او حابب ان انا اشارك, اشارك او اكون جزء من مجتمع مايكروسوفت المعلم الخبير هنا بقى برضو نفس الحكايه بيسالني ايه اللي انت عملته السنه اللي فاتت؟ اول سؤال بيقول لي How did you share your learnings with educators or school leaders يبقى أول جزء بيقول لي أنت شاركت أو عملت إيه مع school leaders أو المعلمين في السنة اللي فاتت حضرتك كنت بتقول له أنا هعمل واحد اتنين تلاتة أربعة هتكتب السنة دي إيه اللي أنت عملته أو اللي تم تنفيذه من اللي أنت كنت مخطط له العام الماضي طيب بيقول لي هنا إيه provide details of, uh, of what you shared and the impact of educators or leaders يعني عايزك تجيب لي بقى التفاصيل اللي انت شاركت بيها مع المعلمين او مدر... مديري المدارس او اللي هم الناس اللي انت بدات تنقل معاهم فكر مايكروسوفت طب فكر مايكروسوفت ده انا كنت بستخدم فيه حاجات كتيرة انا بقول لي عايز التفاصيل دي هكتب انا عملت ايه خلال السنه اللي فاتت دي وطبعا هو المفروض ان احنا ما نعملش سواي بس ممكن ان احنا نعمل سوي ونحطه من ضمن الاسئله دي الحاجه الثانيه بيقول لي ايه بيقول لي وات مايكروسوفت تولز هي بقى الادوات اللي هي التولز اللي انت استخدمتها مع اصدقائك او اللي هم اقرانك اللي هم المتعلمين احنا اتفقنا ان المتعلمين بيشمل عندي حاجتين الحاجه الاولانيه سواء اللي هم ستودنتس او زمايلي يعني اللي انا بتعلم بعلمهم بدربهم فبيقول لي ايه هي التولز اللي انت استخدمتها هي القيمه الاضافيه اللي انت اضفتها للمعلمين دول فهتذكر له انا عندي كذا وكذا وكذا واستخدمت كذا وكذا 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 من ضمن الحاجات اللي انت بدات اشتغلت عليها على مايكروسوفت خلال السنه اللي فاتت عملت مثلا حاجه بالتيمز هذكر تيمز عملت باور بوينت هذكر باور بوينت عملت سواي هذكر سواي عملت س... عملت فليب عملت ويكليت عملت اي حاجه من ادوات مايكروسوفت استخدمتها عملت ون نوت اي حاجه استخدمتها اذكرها عشان دي هي اللي انت بتدي له الدليل ان انت استخدمتها معايا. السؤال الثالث ده بقى هو السؤال المهم بيقول لي ايه الجو تو بيرسون يعني ايه الجو تو بيرسون يا عم محمد؟ الجو تو بيرسون هو الشخص اللي انا بلجا اليه او اللي هو الناس بتلجا لي فيه. يعني ايه يعني انا مثلا على سبيل المثال انا أه أه والعياذ بالله من كلمه انا انا سفير مثلا في ويكليت بعض زملائي بيجوا يسالوني يا محمد انت حصلت على ويكليت ازاي ايه هي الخطوات اللي انت حصلت عليها في ويكليت كسفير او مثلا مس ميرفت او مس ميسا او اي حد كان موجود معانا من الناس اللي هي أخدت سفير او اخدت سيرتيفايد ايديكيتور مثلا في فليب او اخذت جلوبال مونيتور في ماينكرافت وصلت لها ازاي فانا بذكر اسم الحاجه اللي هم بيسجقوا فيها دي اسم الاداه بتاعت مايكروسوفت وبعد كده في السؤال الرابع بيقول لي احكي لنا بقى القصه حصلت ازاي اقول له والله انا كان لي زميل من زمايلي كان حصل عنده اشتغل على على المنصه ديت ووصل لقدر معين وبعدين بعد فتره يحتاج دعم فانا قدمت له الدعم الدعم ده كان عباره ان انا اديته كولكشن ان انا جاوبت له على اسئله ان انا اديته اللينك احكي لي قصه اللي هي السؤال الرابع شير a ستوري اوف هاو يو سبورتد someone ان ديس اريا ايه هي الاريا بقى اللي هي جو تو بيرسون الشخص اللي انا برجع اليه او اللي انا صاحب المعرفه فيه السؤال الخامس بيقول لي ايه الجميل اللي انت اديته لمجتمع مايكروسوفت لما اخدت المعلم الخبير؟ ايه اللي حصل؟ ايه التغيير اللي انت المفروض ان انت اضفته؟ فين رد الجميل بتاعك؟ هتقول ده يا عم ده انا علمت في العيال في المدرسه كذا، وما بيعرفوا كذا، وعلمتهم كذا، واشتغلت معاهم على كذا، اللي الأسبوع... علمتهم برمجه علمتهم ازاي يشتغلوا باوربوينت علمتهم ازاي يدخلوا على اسوان كان عندي طالب وخلته يبقى سفير كان عندي طالب ووصل معايا لمرحله معينه يبقى هو ده رد جميل هو ده الشغل بتاعي خلال السنه ما هو انا ما خدتش الام اي اي وقعدت في البيت لا ده انت بتاخد الام اي اي وبيبدا الطريق مش بينتهي فلذلك هنا بيقول لي ايه اديني بقى الفيدباك بتاعتك سوري الجيف باك او الرد الجميل لمجتمع مايكروسوفت اكسبيرت ذا باست يير في السنه اللي فاتت السؤال السادس والاخير اديني بقى خلال 12 شهر دول اديني خطه ازاي انت هتعمل كونكريت وايز يو ويل انجيج اللي انت هتساهم فيها او ناوي تعملها خلال 12 شهر اللي هم ان شاء الله من اول ما يطلع رساله الفوز بالتجديد لحد الميعاد اللي جاي بتاع التجديد الثاني في سنه 2024 ربنا يديني ويديكم طوله العمر طيب الحاجه المهمه جدا ان انا اكتب حاجه موضوعيه اكتب حاجه واقعيه ما اكتبش حاجه ما اقدرش انفذها خلال الاسئله دي بيقول لي انت عايز 15 سوري 500 كاركترز يعني 500 حرف وليس كلمه من 500 حرف ل 2000 حرف ما يزيدوش عن 2000 حرف يعني انا لو زودت عن 2000 حرف مش هيقبل مني السؤال وهيقول لي فيه خطا فهرجع تاني خطا وهرجع تاني طبعا مس ميسه ربنا يجزاها خير كانت عملت لنا فيديو ازاي احسب ال 500 حرف بالظبط اجابه السؤال ما يقلوش عن 500 وما يزيدوش عن 2000 كاركتر. ده باختصار الست ست اسئله الاساسيه الخاصه باستماره التجديد. طبعا انا شاكر اللي لحضراتكم جدا على حسن الاستماع واتمنى من الله عز وجل ان اكون قد وفقت في محاضره النهارده واسيب الكلام لمس ميرفت فضل يا مس ميرفت. الف شكر مستر محمد على المحاضره الدسمه جدا الرائعه دي تمام